أخبار السوق المصري، تحديث آخر أسعار الذهب والدواجن والخضار والسلع والدولار والحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 11/6/2024. ولكن قبل ما نبدأ في تفاصيل الأسعار عاوزين نصلي على الحبيب محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ في التفاصيل اعمل متابعة للصفحة، اضغط على زرار المتابعة الظاهر أمامك واضغط أيضا على زرار أعجبني. عاوزين نوصل في هذا الفيديو ل 2000 و3000 وصلونا كمان 5000 أعجبني. قبل ما نبدأ على طول نملى التعليقات بالصلاة على الحبيب محمد ونعمل شير أو مشاركة للفيديو على صفحتنا الشخصية أو في المجموعات عشان غيرنا يستفيد بآخر تحديث للأسعار. أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 11/6/2024. سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم حالة من التراجع على أرض المصنع، إذ سجل سعر طن حديد عز حوالي 41,700 جنيه، سجل انخفاض بحوالي 300 جنيه، بينما بلغ سعر طن أسمنت النصر حوالي 1,870 جنيه بتراجع بلغ حوالي 50 جنيه بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمصر. استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 41,700 جنيه، وسجل سعر طن حديد سرحان حوالي 36,500 جنيه، وسجل سعر طن حديد بشاي حوالي 41,000 جنيه، وسجل سعر طن حديد المعادي 36,500 جنيه، وسجل سعر طن حديد مصر ستيل حوالي 36,200 جنيه، وسجل سعر طن حديد العشري حوالي 36,500 جنيه، وسجل سعر طن حديد المصريين حوالي 41,000 جنيه، وحديد الكومي 36,500 جنيه، وحديد المراكبي سجل 49,000 جنيه، ووصل سعر طن حديد عطية ل 36,500 جنيه. بالنسبة لأسعار الأسمنت النهاردة، بلغ سعر أسمنت النصر حوالي 1,870 جنيه للطن، ووصل سعر أسمنت وادي النيل ل 1,930 جنيه في الطن، وبلغ سعر أسمنت حلوان حوالي 1,980 جنيه في الطن، والأسمنت المخلوط فبيتراوح ما بين 1,230 ل 1,350 جنيه، وسجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1,990 جنيه و 2,130 جنيه، وتراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3,920 جنيه و 4,030 جنيه. أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الثلاثاء 11/6/2024. بتعد أسعار الدواجن والبيض من المؤشرات الاقتصادية المهمة اللي بتأثر بشكل مباشر على ميزانية الأسرة المصرية، خصوصا في ظل الظروف الحالية. ومع استمرار ارتفاع أسعار الدواجن ومشتقاتها والبيض، بيصبح هذا الأمر مصدر قلق كبير للمواطنين، خصوصا الفئات البسيطة والمتوسطة. ارتفع متوسط أسعار الدواجن النهاردة في البورصة والسوق المحلية مقارنة بأسعار أمس، ومع استفسارات المواطنين والتجار حول أسعار الدواجن والبيض بنرصد لحضراتكم استنادا لبيانات البورصة والدواجن وبوابة الأسعار المحلية أسعار الفراخ النهاردة. سعر كيلو الفراخ البلدي النهاردة سجل 122 جنيه، بينما تراوحت الأسعار في المحلات ما بين 123 و 129 جنيه حسب التاجر والمنطقة. بالنسبة لأسعار الفراخ البيضة فقد بلغت 100 جنيه للكيلو، وبيتراوح الأسعار في الأسواق ما بين 101 و 109 جنيه حسب المنطقة. وبلغت أسعار الفراخ الأمهات البيضة 85 جنيه في المزرعة، وسجل سعر كرتونة البيض 138 جنيه، وكان متوسط سعر البيضة النهاردة ما بين 4.5 و5 جنيه، ووصل سعر الكتكوت الأبيض شركات اللي بيبلغ من العمر يوم واحد فقط ما بين 26 و29 جنيه. وصل سعر الكتكوت الأبيض ما بين 24 جنيه و24 جنيه ونص، والكتكوت البلدي ما بين 6 جنيه و6 جنيه 75 قرش. أسعار الدولار والعملات في مصر اليوم الثلاثاء 11/6/2024. هبط سعر الدولار مقابل الجنيه وفق آخر تحديث في البنوك بعد بيانات وقرارات البنك المركزي الأخيرة.
إذ أعلن المركز ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 46 مليار دولار لأول مرة بحوالي 5 مليار دفعة واحدة، حيث فقد الدولار حوالي أكثر من 3 جنيه من أعلى سعر سجله هو 50 جنيه 85 قرش في مارس الماضي. بنقدم لحضراتكم سعر الدولار في بعض البنوك والتي جاءت كالآتي: سجل سعر الدولار في البنك المركزي 47 جنيه 66 قرش للشراء و 47 جنيه 76 قرش للبيع. في بنك مصر سجل 47 جنيه 62 قرش للشراء و 47 جنيه 72 قرش للبيع. سجل في البنك الأهلي المصري 47 جنيه 65 قرش للشراء و 47 جنيه 75 قرش للبيع. وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، بنستعرض لحضراتكم أسعار العملات مقابل الجنيه المصري حسب آخر سعر أعلنه البنك المركزي. سجل اليورو 51 جنيه 22 قرش للشراء و 51 جنيه 35 قرش للبيع. سجل سعر الجنيه الاسترليني 60 جنيه 59 قرش للشراء و 60 جنيه 72 قرش للبيع. فرنك السويسري سجل 53 جنيه 15 قرش للشراء و 53 جنيه 29 قرش للبيع. سجل الريال السعودي 12 جنيه 70 قرش للشراء و 12 جنيه 73 قرش للبيع. سجل الدينار الكويتي 155 جنيه 36 قرش للشراء و155 جنيه 74 قرش للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 12 جنيه 97 قرش للشراء 13 جنيه للبيع. الريال القطري سجل 12 جنيه و9 قروش للشراء 13 جنيه و9 قروش للبيع. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11/6/2024. بيتابع العديد من المصريين أسعار الذهب، خصوصا عيار 21 اللي بيعتبر الأكثر شعبية ما بينهم. بعد موجة الانخفاض الأخيرة، استقر سعر جرام الذهب من عيار 21 عند 3100 جنيه، مما أعاد الطمأنينة للمستثمرين والمواطنين اللي بيعتمدوا على الذهب كوسيلة للإدخار والاستثمار. بنستعرض لحضراتكم أسعار أعيرة الذهب والتي جاءت كالآتي: سجل سعر الذهب من عيار 24 حوالي 3542 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الشراء حوالي 3525 جنيه. بالنسبة لعيار 22 سجل 3247 جنيه للبيع مقارنة بحوالي 3232 جنيه للشراء. عيار 21 سجل 3100 جنيه للبيع مقارنة بحوالي 3085 جنيه للشراء. سجل سعر الذهب من عيار 18 للبيع مستوى 2657 جنيه، بينما للشراء سجل عيار 18 2644 جنيه. سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 24800 جنيه للبيع، بينما بلغ حوالي 24680 جنيه للشراء. بلغ سعر الأونصة العالمي بالدولار الأمريكي 2298 دولارا للأونصة. أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في مصر النهاردة الثلاث 11/6/2024. تتزايد معدلات بحث عدد كبير من المواطنين حول أسعار السلع الأساسية بالأسواق لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية كالأرز والسكر والزيت. ونستعرض لحضراتكم أسعار السلع الأساسية بحسب آخر تحديث لأسعار البوابة المحلية. يتراوح سعر كيلو الرز ما بين 30 و37 جنيه، والمكرونة بيبدأ الكيلو من 25 ل30 جنيه، والدقيق من 24 ل30 جنيه، والسمنة وزن 700 جرام ب70 جنيه، وكيلو ونص من 135 ل140 جنيه. وسجل زيت خليط 60 جنيه للتر، وصل سعر لتر زيت الذرة لحوالي 100 جنيه، وزيت عباد لتر ونص ب130 جنيه. وسجل سعر السكر من 30 ل35 جنيه، وسجل الفول المعبأ اليوم حوالي من 45 ل50 جنيه للكيلو، والجبنة البيضة ما بين 140 ل180 جنيه للكيلو، والجبنة الرومي حوالي من 240 ل280 جنيه للكيلو، واللبن السايب من 28 ل35 جنيه، واللبن المعبأ من 40 ل45 جنيه، والزبدة الخليط بتلعب من 120 ل150 جنيه للكيلو، وبرطمان الصلصة في حدود ال 25 جنيه، وكرتونة البيض من 145 ل155 جنيه، كيلو الشاي في حدود من 235 ل250 جنيه، والعدس المعبأ من 50 ل60 جنيه، واللحم البلدي ما بين 300 و320 جنيه،
واللحم الكندوز ما بين 320 و350 جنيه، واللحم الجملي ما بين 230 و250 جنيه للكيلو. أسعار الخضار في مصر اليوم الثلاثاء 11/6/2024. بننشر لحضراتكم قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم، لكن الأسعار دي بتختلف من منطقة لأخرى، حيث جاءت أسعار بعض الخضروات كالآتي: سجل سعر كيلو الطماطم حوالي من 8 لـ 12 جنيه، والبطاطس من 15 لـ 25 جنيه، وسجل سعر كيلو البصل حوالي من 10 لـ 15 جنيه، وسجل سعر كيلو الليمون البلدي حوالي من 25 لـ 35 جنيه، وسجل سعر كيلو الكوسة من 15 لـ 20 جنيه، وسجل سعر البامية من 45 لـ 60 جنيه، وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي من 15 لـ 20 جنيه، وكيلو الفلفل الألوان من 35 لـ 50 جنيه، وسعر كيلو الثوم الأبيض حوالي من 40 لـ 65 جنيه، وسجل سعر كيلو البسلة حوالي 35 جنيه، وسعر كيلو الخيار من 15 لـ 20 جنيه، وكيلو الجزر سجل من 10 لـ 15 جنيه. بالنسبة للبتنجان بأنواعه سجل من 13 لـ 15 جنيه. هنقول لحضراتكم بعض أسعار الفاكهة: سجل سعر كيلو الموز البلدي من 20 لـ 25 جنيه، وكيلو الكنتالوب حوالي من 17 لـ 20 جنيه، والبطيخ بيتراوح ما بين 40 و90 جنيه حسب حجم البطيخة، وسعر كيلو المشمش سجل حوالي 40 جنيه، وجاء سعر كيلو الخوخ من 35 لـ 50 جنيه بالأسواق، وبلغ متوسط سعر كيلو البرتقال الصيفي حوالي 12 جنيه، وسعر البرقوق حوالي 40 جنيه، وكيلو التفاح بأنواعه سجل من 40 لـ 80 جنيه، وكيلو العنب بأنواعه سجل من 35 لـ 60 جنيه للكيلو. أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 11/6/2024. بتشهد البنوك المصرية انخفاضا في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري. بالمناسبة بننشر السعر الحالي للريال السعودي بيواصل تقلباته أمام الجنيه، وده بيدل لتأثر سعر الريال بالعوامل الاقتصادية المختلفة وتقلبات سوق الصرف، خصوصا في الفترة الأخيرة اللي بيزداد الطلب على الريال السعودي من الراغبين في أداء فريضة الحج. سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سجل 12.67 قرش للشراء و 12.71 قرش للبيع. في البنك الأهلي سجل 12.67 قرش للشراء، 12.70 قرش للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB سجل 12.61 قرش للشراء و 12.70 قرش للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر سجل 12.67 قرش للشراء و 12.70 قرش للبيع. في مصرف أبو ظبي التجاري سجل 12.36 قرش للشراء، 12.70 قرش للبيع. في بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي 12.67 قرش للشراء و 12.70 قرش للبيع. الريال السعودي في بنك البركة سجل 12.61 قرش للشراء و 12.71 قرش للبيع. في بنك قناة السويس سجل 12.63 قرش للبيع و 12.71 قرش للشراء. بالنسبة لل 100 ريال سجل 1271 جنيه، وبالنسبة لل 1000 ريال سجل 12710 جنيه، بالنسبة لل 10000 ريال سعودي سجل 127000 وكسور. اتمنى اكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم ان شاء الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب. كان معكم اسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.